مصر تحتفل اليوم بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة. الهيئة الوطنية للانتخابات تفتح أبوابها في اليوم الثاني لتلقي طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية. أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ وتحالف الأحزاب المصرية يرفضون قرار البرلمان الأوروبي. التاسعة بتوقيت جرينتش، الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة. نشرة إخبارية جديدة من دي أم سي. أهلا بحضراتكم وكل عام وحضراتكم بخير. تحل اليوم الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، يوم استطاعت فيه القوات المسلحة المصرية أن تعيد الأرض والكرامة والعزة لمصر وشعبها وأمتها العربية، وسطرت بطولات قتالية ستظل خالدة في أذهان أبناء الوطن، وأعطت دروسا عسكرية حاضرة في كبريات الأكاديميات العسكرية حتى اليوم. كان انتصار 6 أكتوبر المؤزر ذروة سيمفونية مصرية منفردة تشارك فيها كل أبناء هذا الشعب الأبي، محصلة لاستعداد لم يكن أبدا وليد اللحظة، بدأ مباشرة بعد هزيمة يونيو عام 1967، والتي وإن خرج منها الشعب المصري جريحا لكنه لم يفقد إيمانه أبدا بعدالة قضيته وحقه في أرضه السليبة، وأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. لقد غيرت حرب أكتوبر الفكر العسكري الحديث، إذ أصبحت عملية عبور خط بارليف مرجعا أساسيا لكل الجيوش العالمية الحديثة، وصفها مؤرخون عسكريون غربيون أنها معجزة عسكرية مكتملة الأركان، معجزة ما كانت تتحقق إلا بتدريب وجهد وتعبئة للجبهة الداخلية في شتى المجالات من أجل معركة تحرير الأرض وإزالة آثار العدوان. في سبتمبر عام 1968 قررت مصر التحول إلى استراتيجية جديدة والانتقال بالجبهة من مرحلة الصمود إلى مرحلة جديدة من المواجهة العسكرية أطلق عليها مرحلة الدفاع النشط بهدف استنزاف القدرات العسكرية الإسرائيلية. البداية كانت بالقرار في الاشتباك المباشر في الحرب مع العدو على مدى 3.5 سنوات، إلى أن اكتمل الاستعداد لخوض معركة استعادة الأرض، فكانت حرب الاستنزاف، حرب تلقت خلالها إسرائيل العديد من الضربات الموجعة من الجيش المصري، حرب اضطرت فيها إسرائيل للاحتفاظ بتعبئة عالية ولمدة طويلة، وهو ما ترك آثاره السلبية على معنويات الجيش الإسرائيلي واقتصاد الدولة، خاصة وأن قادة إسرائيل أعلنوا وقتها لشعبهم أن جولة عام 1967 هي آخر الحروب، فإذا بالاستنزاف تبدد هذه الادعاءات. سنوات لا شيء يعلو فيها عن صوت الاستعداد للمعركة، الجيش ورجالاته حملوا على عاتقهم أن تكون المعركة القادمة فاصلة حاسمة، ومن خلفهم دولة وشعب في نفس الخندق. فشهدت عملية إعداد الدولة للحرب مشاركة أجهزة ومؤسسات عديدة ومشاركة الشعب بمختلف طوائفه، كل شيء مسخر للمجهود الحربي، المال والجهد والعرق. عملية استعداد شملت كل الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والحكومية. سنوات من العمل وانتظار لمعركة مصرية جديدة يتوقف عندها التاريخ طويلا، يكتب بمداد من نور كيف خرج هذا الشعب من ألمه وحزنه، لملم جراحه ووقف مرة أخرى فاستعاد الأرض وحقق النصر بأعلام وهامات مرفوعة. وعلى هامش احتفالات مصر بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، صرح الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن الوزارة تشارك في تحقيق التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء من خلال العديد من المشروعات الكبرى في مجال الموارد المائية. وأوضح وزير الري في بيان الوزارة أن من بين المشروعات المنفذة لتحقيق التنمية في شبه جزيرة سيناء
محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر المسجلة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم. وأشار سويلم إلى أنه في مجال الحماية من أخطار السيول فقد جرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في محافظتي شمال وجنوب سيناء بلغت 556 منشأة متنوعة. وتمثل هذه الأعمال أهمية كبيرة في حماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول، بالإضافة إلى حصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستهلاكها. وعلى مدى السنوات التسع الماضية شهدت سيناء قفزات ملموسة في التنمية الشاملة والمستدامة من خلال مشروعات تنموية عملاقة غيرت ملامح الحياة على أرض الفيروز ومدن القناة. قفزات ملموسة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة شهدتها سيناء على مدى السنوات التسع الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية عملاقة. ومع تنفيذ هذه المشروعات التنموية الكبيرة فيها شهدت سيناء اهتماما كبيرا ومتزامنا بكل ما من شأنه بناء الإنسان وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين وإدماجهم في عملية التنمية لتصبح أرض الفيروز ركيزة أساسية من ركائز النهضة بالجمهورية الجديدة. ففي إطار مد جسور التنمية محليا ودوليا تم ربط سيناء بالوادي والدلتا بالطرق والأنفاق والكباري العائمة تضمنت 5000 كيلومتر من الطرق والأنفاق، كما تم إنشاء 5 أنفاق أسفل القناة لربط سيناء بمدن القناة بتكلفة وصلت إلى 35 مليار جنيه، بجانب إنشاء 7 كباري عائمة للعبور أعلى الممر الملاحي للقناة بتكلفة تقدر بنحو 990 مليون جنيه. ولتسهيل حركة التجارة الدولية والطيران تم افتتاح قناة السويس الجديدة، كما تم تطوير 6 مطارات جديدة وإنشاء مطار البردويل الدولي وتطوير 8 موانئ بحرية وإنشاء وتطوير 3 موانئ برية. وفي مجال الطاقة تم توصيل التغذية الكهربائية إلى 1.5 مليون مشترك، كما شهدت أرض الفيروز ومدن القناة طفرة في المجتمعات العمرانية حيث تم تنفيذ 131.6 ألف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي بتكلفة تقدر بنحو 23.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 54.5 ألف وحدة سكنية لتطوير العشوائيات ولتصبح سيناء ومدن القناة خالية من العشوائيات غير الآمنة. وعلى صعيد مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب تم تنفيذ 45 مشروعا لمياه الشرب لتصل نسب تغطية مياه الشرب إلى 89.3% و79 مشروعا للصرف الصحي لتصل نسب التغطية إلى 77.1%. وفيما يتعلق بجهود الاستصلاح الزراعي والثروة السمكية تمت زراعة 285 ألف فدان من إجمالي 1.1 مليون فدان المساحة الإجمالية لمشروع تنمية سيناء، كما تم إنشاء 18 تجمعا تنمويا زراعيا. وفي إطار جهود التنمية السياحية والثقافية يتم تنفيذ مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة والذي يبدأ من شمال سيناء بتكلفة تقدر بنحو 60 مليون جنيه ومشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين. وفي قطاع الصحة تم إنشاء وتطوير 58 مستشفى و171 مركزا ووحدة صحية إلى جانب إنشاء مجمع السويس الطبي كأضخم مجمع بشمال سيناء، علاوة على حصول المجمع الطبي بالإسماعيلية على درجة الاعتماد القومي المعترف به من منظمة الإسكوا العالمية كأول مجمع طبي معتمد في تاريخ مصر. لليوم الثاني تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات تلقي طلبات المرشحين في انتخابات رئاسة الجمهورية التي يبدأ التصويت فيها مطلع شهر ديسمبر المقبل. ومن المقرر أن تعلن الهيئة عن القائمة المبدئية للمرشحين الذين تم قبول أوراقهم يوم 16 من أكتوبر، يعقبها فترة لتلقي الاعتراضات والتظلمات وتقديم الطعون على أن يتم إعلان القائمة للمرشحين برموزهم الانتخابية يوم 9 من نوفمبر المقبل.
للمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا مراسل دي أم سي محمد رياض من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات. تحياتي لك محمد، وأسألك عن الصورة الآن، كيف تبدو في اليوم الثاني لتقديم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية؟ مساء الخير عليكم، خالص تحياتي. أتواجد الآن داخل مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، وتحديدا من داخل القاعة المخصصة لاستقبال طلبات الترشح لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة. حتى هذه اللحظة ومع انتصاف اليوم الثاني لتلقي طلبات الترشح، لم يأتي أحد هنا إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات للتقدم بالأوراق اللازمة للترشح للانتخابات الرئاسية. على الرغم من منذ الأيام القليلة الماضية تم الإعلان عن وجود عدد من المرشحين المحتملين الذين أعلنوا استيفاء كافة الأوراق المخصصة للتقدم والطلب للترشح. الدكتور عبد السند يمام رئيس حزب الوفد أعلن أنه استكمل كافة الأوراق المخصصة، خاصة طلبات التزكية من أعضاء مجلس النواب، وأيضا المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، والدكتور فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وجميعهم أعلنوا أنهم تم استيفاء الأوراق الخاصة بهم، وأيضا طلبات التزكية من أعضاء مجلس النواب. لكن حتى هذه اللحظة لم يقدم أي من المرشحين المحتملين الأوراق الخاصة بطلب الترشح للانتخابات المقبلة. بالأمس كان هناك بيان لحملة الحملة الانتخابية لرئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة، وأعلن أن الدكتور عبد السند يمامة سوف يعلن الترشح والتقدم لمقر الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة. ولكن حتى هذه اللحظة لم يتقدم أحد بطلب الترشح هنا إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات. السيد المستشار أحمد بن داري كان له بالأمس تصريحات إعلامية مهمة، وأكد فيها أنه لا يجوز تأجيل طلبات التزكية لأعضاء مجلس النواب أو حتى تأجيل توكيلات التأييد من قبل المواطنين، ولا بد أن يكون المرشح المحتمل مستوفي كافة الأوراق وكافة الشروط التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن يأتي إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات مستوفي كامل الأوراق، ولا يجوز تأجيلها. أيضا السيدة المستشار أحمد بن داري تحدث عن ترتيب المرشحين في ورقة الاقتراع، وقال أن ترتيب الأسماء في ورقة الاقتراع يكون حسب أسبقية التقدم بطلب الترشح للانتخابات، وبالتالي أيضا الرموز الانتخابية بتكون له الأولوية للمرشح المحتمل بالتقدم بالرمز الانتخابي، حسب أيضا أولوية التقدم بطلب الترشح في الانتخابات. أيضا نتحدث عن التعاون مع وزارة الصحة في توفير عدد من المستشفيات لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين المحتملين، وقال أن هذه المستشفيات تم التنسيق مع وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي من قبل المجالس الطبية المتخصصة على المرشحين المحتملين، وهذه المستشفيات هي مستشفى معهد ناصر ومستشفى زايد التخصصي ومستشفى العاصمة الإدارية. وأيضا قال أن مقر الهيئة والقاعة المخصصة جاهزة تمام الجاهزية لتلقي الأوراق، وقال أن أيضا هناك مساحات ضوئية يمكن من خلالها الاستعلام عن صحة التوكيلات المؤيدة للمرشح، وأيضا يمكنها أن تعرف أن هذه التوكيلات هي صحيحة، وأيضا العدد المخصص لهذه التوكيلات، وبالتالي الهيئة يعني مستعدة تمام الاستعداد والجاهزية لاستقبال المرشحين المحتملين بكافة الأوراق التي يجب تقديمها هنا إلى مقر الهيئة. حتى هذه اللحظة كما ذكرت لم يتقدم أحد لمقر الهيئة بطلبات الترشح للانتخابات، وسوف نوفيكم أول بأول من داخل مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، وعودة إليكم مرة أخرى. محمد رياض مراسل دي أم سي. أدان عدد من أعضاء مجلس النواب قرار البرلمان الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان في مصر، وأعرب النواب عن رفضهم الاستقواء بالخارج، معتبرين أن قرار البرلمان الأوروبي مسيس ومجرد فزاعة بائسة للمزايدة الفارغة. وشدد النواب على أن الدولة المصرية بنفسها تحرص على نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية، حيث ستتم بإشراف قضائي كامل، كما يوجد مرشحون مختلفون في الفكر والآراء والأيديولوجيات.
كما رفض أعضاء في مجلس الشيوخ بيان البرلمان الأوروبي وتدخله في الشأن المصري. وأكد أعضاء مجلس الشيوخ أن ما قيل من بعض المعارضين بمثابة استقواء بالخارج ضد الدولة المصرية وسيادتها، وأشاروا إلى أن بيان البرلمان الأوروبي تضمن عددا من المغالطات المخالفة تماما للواقع المصري، مؤكدين أن الدولة المصرية لن تقبل أن يكون أحد وصيا عليها في الشأن الداخلي، وهذا لا يليق بدولة بحجم وقوة مصر. وأضافوا أن ما يصدر من تقارير خارجية بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر مرفوض تماما. كذلك استنكر المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية والذي يضم 42 حزبا سياسيا بيان البرلمان الأوروبي. وأكد بيان تحالف الأحزاب المصرية أن مصر دولة مستقلة وترفض أي تدخل في شؤونها الداخلية، كما ترفض أي إملاءات خارجية. وأشار البيان إلى أن البرلمان الأوروبي يتحدث بلسان جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها. ومشاهدينا الكرام، مباشرة ننتقل على الهواء لمتابعة هذه الأحداث. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المراكز المتحركة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بما تشمله من مراكز متحركة وغرف لإدارة الأزمات والطوارئ والإغاثة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية. وأجرى حوارا بالفيديو كونفرنس مع السادة المحافظين للاطلاع على مستجدات تفعيل الشبكة، حيث اطمأن السيد الرئيس على جاهزية وفعالية المعدات والأجهزة المستخدمة في هذا الشأن، وكذا كفاءة ومهارة الكوادر البشرية والربط والتنسيق المتكامل. اولا انا سعيد ان انا يعني اطمئن على ان الغرفة جاهزة انها تدير اي ازمة، وطبعا اكيد يعني قائد الغرفة على مدار 24 ساعة بيبقى قادر ان هو يدير الازمة ديت. طبعا بيتم اختاركم عشان تبقى لحجم الازمة، لكن اللي انا يهمني في الموضوع ان احنا كده عندنا غرف في جميع المحافظات، هذه الغرف مربوطة على يعني بشكل متكامل مع الغرفة المركزية بتاعة ادارة ازمات الدولة اللي موجود في القيادة الاستراتيجية. ده بالتالي يبقى احنا النهاردة والاول مرة عندنا اتقن ادارة ازمة على مستوى كل محافظة. انت بتقول عليه حدث، وهو حدث او ازمة يعني. وبالتالي احنا يبقى قادرين من خلال الغرف اللي اتعملت دي والربط والاتصال المؤمن بينها وبين المركز إدارة الأزمات بتاع الدولة عشان يتعامل مع أي أحداث أو أي أزمات بشكل يعكس قدرة الدولة. ما نبقاش احنا كل الشاشات الكمبيوتر اللي قدامي دي عليها بيانات خاصة بالمحافظة، بتاع المرافق الصحي الصرف الصحي موجود، بتاع الكهرباء موجود، بتاع الغاز موجود اذا كنت انا مظبوط يا فندم، والصحه بتاع الصحه بتاع كل من هو له دور في الدوله في المحافظه في كل المحافظات في الدوله، فهو موجود معاك وقاعد وعنده بيانات وقادر ان هو يوفر البيانات دي وقادر ان هو يحرك الادوات اللي محتاجها في هذا الموضوع. انا بقى هكلمكم جميعا في حاجه تانية. انا بطمن على ان الغرف اللي احنا نسقنا على شغلها من اكتر من 3 سنين الحمد لله دلوقتي خرجت وبقت موجوده تقريبا في كل المحافظات يا فندم، وجاري اللي ان شاء الله يعني نعممها باذن الله. اللي احنا بنعمله اللي انا بكلمكم منه ده دلوقتي نموذج دي غرفه اداره ازمه متحركه. تمام يعني ممكن المحافظ كمان تبقى العربيه دي بترافقه اثناء تفقده لأزمة على الأرض، ويستطيع من خلالها إن هو يتكلم ويتصل مع غرفته. يعني سعيد بالتطور اللي احنا عملناه ده، وسعيد بإن احنا قادرين بفضل الله سبحانه وتعالى على إن احنا ننظم إدارة بهذا المستوى بهذا التطور. وأنا كنت هكلمكم في حاجة تانية جميعا، يعني أنا عايز أكلمكم في الأدوات المتاحة لديكم فيما يخص الإغاثة، فيما يخص أعمال المحافظة
اللي بتقوم بها الاعمال اليوميه. وانا بعلن ده عليكم ان انا ان شاء الله خلال شهر او شهرين، بديكم شهرين اهو فرصه، وبعد كده هطلب منكم تجميع عناصركم الهندسيه عشان اتفقدها معاكم. بمعنى انت عندك في المحافظه معدات مثلا 400 معده 500 معده انواع، بين عربيه وبين عربيه كسح وبين لودر وبلدوزر وحاجات اخرى. الحاجات ديت انا بديكم شهرين عشان ما اظلمكمش. بعد شهرين انا هطلع لجنه تتفقد ده بدقه، وكل محافظ هيبقى مسؤول عن ان هو يرفع كفاءتها بشكل. وانتبهوا، احنا بنقول الكلام دوت، انت عندك ادوات في المحافظه وعندك شركات في المحافظه، في كل محافظه حسب ظروفها هي قادره انها تعمل التامين الفني ده بالاضافه للعناصر الفنيه اللي موجوده في كل محافظه. تاني، اذا كنتوا عايزين تديروا عملكم في على الميدان بكفاءه عاليه، لازم هذه العناصر تبقى كفاءتها مرتفعه. عندي 100 معده، يبقى ال 100 معده صحيحه. مش بس كده، انت عندك في قطاعك محطات ميه، وعندك في قطاعك محطات ري، وعندك في قطاعك، انا بكلم كل الساده المحافظين، وعندك في قطاعك كده. انت النهارده عندك في المديريه، مديريه الري، مديريه الزراعه، ومديريه الاسكان موجوده عندك في المحافظه. وبالتالي انا هطالب حضراتكم بان انتم في بعد الشهرين دول اطمن تماما على ان المحطات ديت ترمبطها اللي موجوده في المحطات فنيه جاهزه وبأعلى كفاءه ممكن. بمعنى انا عندي في قطاع او في نطاق محافظتي 20 محطه معالجه بتشتغل ب 50 ترمبه رفع وصرف وكلام من هذا القبيل. حضرتك مسؤول قدام مني من دلوقتي والبعد شهرين، ده الحد الاقصى لحضراتكم جميعا. وبالتالي احنا لازم نمارس الدور ده. انا بكلم كل الساده المحافظين اللي بيسمعوني. مره ثانيه، انا سعيد جدا بالتجربه، وسعيد ان انا اشوف مباشر حي من عربيه في مكان يعني زي ما احنا عايزين نشوف. يعني اقدر النهارده بالعربيه دي اشوف المحافظه، وحضرتك تشوف عناصرك، وكمان تتابع الموقف على الارض، وانا العربيه دي معايا هنا تخليني اشوف كل المحافظين. يعني حاجه الحمد لله تطور كويس قوي. معلش جبتكم يوم الجمعه، بس طبعا يعني كان هدفنا ان احنا في يوم تبقى الامور فيه هاديه نشوف بعض ونتكلم ونطمن عليه. مره ثانيه انا بشكركم، وصباح الخير عليكم جميعا. شكرا جزيلا. ميعادنا بعد شهرين، ميعادنا بعد شهرين. كل عناصرك الفنيه وكل ما هو داخل نطاق محافظتك انت مسؤول قدام مني وقدام الدوله عنه. شكرا جزيلا. سلام عليكم. مشاهدينا الكرام، تابعنا مع حضراتكم مباشرة على الهواء تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مركز التحكم المركزي لإدارة الأزمات على مستوى كل محافظات الجمهورية، كما تحدث سيادته إلى عدد من المسؤولين عن طريق الفيديو كونفرنس من مقر غرفة التحكم بإحدى السيارات المتنقلة والمجهزة. كما تحدث السيد الرئيس وأثنى على الأدوات المتاحة للتعامل مع أي أزمة، مؤكدا ضرورة جاهزية هذه المعدات على مدار الساعة للتعامل مع الأزمات الطارئة، معطيا مهلة شهرين لاستكمال هذه المنظومة بالكامل. نتواصل مع حضراتكم في تقديم نشرة الأخبار. ومن جديد نعود لبيان البرلمان الأوروبي، حيث أدان البرلمان العربي التدخل السافر للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية لمصر، مؤكدا أن مصر لديها مؤسسات دستورية وقضائية رصينة وانتكاباتها نزيهة. وأكد البرلمان العربي رفضه التام لكافة أشكال تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للدول العربية، مؤكدا تضامنه الكامل مع مصر
مصر ضد أي تدخل يحمل افتراءات وأكاذيب مضللة لا تستند لأي حقائق أو معلومات صحيحة، بينما تسعى فقط لإثارة الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية. وطلب البرلمان العربي نظيره الأوروبي بالكف عن هذا التدخل السافر في شؤون الداخلية للدول العربية، كونه يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ الأمم المتحدة ولكافة الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد على مبدأ عدم التدخل في شؤون الداخلية للدول. ختام نشرة الأخبار، كل عام وحضراتكم بخير.